بسم الله نكمل مع بعض الكورس بتاعنا. احنا قبل كده لما احنا كنا قلنا عايزين نعمل اريثماتيك اوبريشن، اي اريثماتيك اوبريشن في الدنيا، تمام؟ كنا بنعملها ازاي؟ مثلا لو عايز اجمع رقمين بعمل ايه؟ اول حاجه بحتاج رقمين، واحتاج ايه؟ واحتاج رقم، محتاج متغيرين، محتاج متغير تالت احط فيه ايه الاكبر، تمام؟ قول مثلا انتجر، ايه بتساوي 9 و ب بتساوي 90 و c، تمام؟ وقلنا c بتساوي a زائد b، صح؟ وقلنا a system dot out print a c، ده احنا كنا نعمله، صح؟ دلوقتي عندنا هنا انتوا ملاحظين ان دي قيم ثابته، قيم ثابته يعني انا كاتبها فين في الكود بتاعي، يعني ما اقدرش اغير فيها، ما اقدرش اغير فيها او ما اقدرش اتحكم فيها، تمام؟ يعني في وقت الران تايم انا ما اقدرش اغير القيم دي، هي قيم ثابته، هي ايه؟ قيم ثابته مجبره عليا. طب دلوقتي لو انا عايز اوبتين انبوت من الكوماند ويندو، يعني في وقت الران تايم انا كيوزر مش بروجرامر كده، انا مش شغال كبروجرامر. طب افرض انا كيوزر مثلا عايز ادخل السن بتاعي، يعني مثلا طالب مني مثلا في اي، مثلا روح في اي حته اقول لي دخل مثلا سنك، دخل تاريخ ميلادك وهكذا، يعني ايه بتعرض ان انا ايه ادخل حاجه اليوزر هو اللي دخلها لايه البروجرام، فبستخدم ايه حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها سكانر. يعني سكانر، سكانر ده كلاس موجود الجافا، موفره لي كلاس اسمه سكانر عشان يتيح لي امكانيه ان انا اوبتين انبوت من اليوزر او اخد انبوت من الكوماند ويندو، تمام؟ زي مثلا بعمل اوت بتاع الشاشه، لا باخد ايه، باخد انبوت برده ممكن نفس الكلام ايه وتر ران تايم. فبستخدم الحوار ده ازاي؟ بقول سكانر ده اسمه كلاس، صح؟ بعمل عايز اعمل ايه او اوبجكت منه، بعمله ازاي؟ اقول سكانر واكتب اسم ايه، واكتب اسم الاوبجكت يعني وليكن اسمه انبوت، واكتب كلمة نيو واكتب ايه اسم الكلاس، تمام؟ لغاية دلوقتي لما اجي اعرف اوبجكت من كلاس بعرفه بالطريقة دي، بكتب اسم الكلاس، تمام؟ اللي هو سكانر، تمام؟ واكتب منه ايه اوبجكت، اللي هو الاوبجكت اللي هيكون منه وليكن اسمه انبوت، يبقى انبوت ده اوبجكت من كلاس اسمه سكانر، بياخد نفس ايه، بياخد نفس الميثودز وياخد نفس الستيتس بتاعت ايه، بتاعت الكلاس اللي اسمه سكانر، وكلمه نيو وبعد كده ايه اسم الكلاس، تمام. يبقى ايه يعني ايه تاني سكانر؟ سكانر هو كلاس موجود في ايه الجافا موفرها لي، ليه؟ عشان اقدر اوبتين يعني ايه، يعني اخد ايه انبوت من اليوزر او اخد انبوت من كوماند ويندو اثناء ايه اثناء الران تايم. طب فاكرين قبل كده لما قلت لكم سيستم دوت اوت، قلت لكم ان السيستم دوت اوت دي بتعبر عن ايه، بتعبر عن الستاندرد اوتبوت اوبجكت، صح؟ ده اوبجكت، تمام؟ بيعبر عن ايه، بيعبر عن الستاندرد اوتبوت اللي هو ايه، اللي هو الحاجه الستاندرد اللي بظهرها، اما اجي ازرع اوتبوت الستاندرد ايه اللي وزع ايه، اللي وزع سكرين اللي هو الكوماند ويندو، يعني نفس الكلام عندي حاجه اسمها ستاندرد دوت ان، سيستم دوت ان قصدي، دي معناها ايه ستاندرد انبوت او ستاندرد انبوت اوبجكت، برضه ده اوبجكت بيعبر عن ايه، بيعبر عن حاجه اسمها ستاندرد انبوت اللي هي ايه، اللي هي الكيبورد. لما اجي ادخل مثلا انبوت من حاجه بدخلها عن طريق ايه الستاندرد بتاعي في الجافا، ستاندرد انبوت بتاعي في الجافا اللي هو ايه الكيبورد. ممكن برضه اتعرض ان انا ادخل داتا او حاجه منين، من فايل، فده ايه، ده ميثود تاني عشان ادخل انبوت، لكن الستاندرد بتاعتي ايه اللي هو السيستم دوت ان اللي هو ايه اللي هو الكيبورد، واكتب ايه سيستم دوت ان. هنا عرفت له ان انا هستخدم كلاس اسمه سكانر وعرفت اوبجكت منه اسمه ايه انبوت، تمام؟ وقلت له ان انا هاخد انبوت من اليوزر عن طريق ايه، عن طريق السيستم دوت ان اللي هو عن طريق ايه ستاندرد انبوت اللي هو ايه اللي هو الكيبورد، اللي هو ايه الكيبورد، تمام؟
ما عليكم الجملة دي ان شاء الله هشرح لكم فين في الفيديو الجاي. بس اول حاجة ايه، نكمل المثال بتاعنا بتاع الارثماتيك اوبريشن. انا غرضي ايه من المثال ده؟ غرضي ان انا اوبتين او اخد قيمتين من اليوزر اثناء الران تايم مش وقت البرنامج، واجمعهم مع بعض وطلع ايه الريزلت. تمام. فاول حاجة اقول له ايه، اعرف له كم متغير، اعرف له 3 متغيرات صح، انتجر اي وبي وسي، مش هديهم اي قيم، انا هاوبتين القيم دي من الكوماند ويندو اثناء ايه بعد الران تايم. اول حاجه اقول له ايه، اقول له انتر ذا فيرست ايه، ذا فيرست نمبر، عن طريق ايه بقى؟ عن طريق السيستم دوت اوت صح. انا بكلم الويندو، بكلم البروجرام ازاي؟ عن طريق السيستم دوت اوت اللي هو ستاندرد، ستاندرد اوت سيستم دوت اوت دوت برنت ال ان. برنت ال ان ايه؟ اقول له وليكن سيستم اس كابيتال، نسوش اول اس تبقى كابيتال عشان ده ده كلاس ده اوبشن. تمام. اقول له ايه، انتر ذا فيرست، فيرست تمام. عايز بقى اوبتين من اليوزر اعمل ايه؟ انا عايز اخد اول رقم ده فين؟ لما اجي ادخل اول رقم عايز اخد في انهي متغير؟ عايز اخد المتغير اللي هو اسمه ايه، فاقول ايه ده، عايز احط له قيمه، احط له قيمه عن طريق ايه، عن طريق القيمه اللي جايه من اليوزر صح. بعملها ازاي؟ بقول الانبوت بتاعي اللي هو الاوبجكت بتاع السكانر دوت ايه دوت نيكست انتجر. الجمله دي معناها ايه؟ معناها ان انا في وقت الران تايم هدخل لك اول حاجه خالص، هدخل لك حاجه من نوع انتجر، رقم من نوع انتجر وليكن 6. اول ما ادخلك حاجه من نوع انتجر وادوس انتر، حط الستة دي فين؟ حط الستة في ايه، في الايه، يبقى الايه قيمتها كام؟ 6. نفس الكلام هاخد ده كده سي دبل بي، بس هعدل فيها انتر ايه ذا سكند نمبر، بس هنا هنا انا خدت قيمه حطيتها في الايه، هنا ايه هاخد تاني قيمه احطها فين؟ في البي. يبقى كده اول قيمه هحطها هتقعد في الايه، وادوس انتر، تاني قيمة هحطها تبقى فين؟ في البي. انا قاله كده. في الاخر بقى عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل الفورميولا بتاعتي اللي هي ايه؟ اللي هي سي بيساوي ايه زائد بي. كده انا عملت الفورميولا بتاعتي، كده جمعت القيمة اللي في الايه خدتها من اليوزر على القيمة اللي في البي اللي خدتها من اليوزر وحطيتهم فين؟ في السي. وفي الاخر بقى اطبع له ايه؟ سيستم دوت اوت دوت برنت، انا اصلا برنت اف، يلا عشان ناخد حاجة ايه، ناخد حاجة يعني نستعملها، عشان خدناها من كده نستعملها. أول حاجة كنا بنستعملها ازاي؟ نقول ذا ريزلت از، دلوقتي الريزلت دي لما اجمع اي وبي، الاي ده انتجر صح والبي انتجر، فلما اجمعهم بطلع هيطلع العدد ايه؟ انتجر صح. فالبرنت اف قلنا ده فورماتد، لازم اعمل ايه، اقول له اللي انت تبعته له ده الفورمات بتاعته ايه، فانا الفورمات بتاعته بقى تبقى انتجر صح، فاحط له ايه برسنتج دي، برسنتج دي معناها ايه يعني اللي ده انتجر، وارجع له ايه اللي هيرجع، اللي هيرجع من البرنج ده قال السي. تمام تمام اخليه هنا صم احسن، بدل الريزلت تبقى ايه مفهومه وسايف. تعال نرن، قال لي ايه؟ قال لي انتر ذا فيرست نمبر صح؟ مش زي الاول، الاول كان بيطلع لي نتيجه على طول صح؟ دلوقتي ايه؟ هاوبتين رقم من الكوماند، من كوماند ويندو دي، انا بقى اللي هتحكم فيها كيوزر، انا هتحكم فيها رقم دخول 9. قال لي انتر ذا سكند نمبر، دخل لي رقم تاني، التسعه ده راح فين؟ التسعه هياخده وهيحط في الايه؟ هدخل رقم تاني وليكن 12، اول ما ادوس انتر هياخد الرقم ده يحطه فين؟ في البي، ويجمع لي الاي زائد بي واحطه في السي ويظهر لي ايه؟ ويظهر لي السي. طلع كام؟ ذا سام از كام؟ جمع 9 12 21 وحطهم في السي وطبع لي ايه؟ السي عن طريق برنت اف. انا يا ريت تبقوا فهمتوا الفيديو ده، انا شرحت لكم بالتفصيل الممل الحوار ده بيحصل ازاي عشان الناس كده بتتلخبط، فرب يكون فهمتوا. وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي مع شرح كلمه امبورت دي، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.